حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. شفنا المباراة الأولى بين فريق الأدعم وفريق الاستغلال. ألف مبروك للفريق الشاب الأدعم صعوده إلى المربع الذهبي. معوض خير وهارد لكم فريق الاستغلال ومشاركتكم في شارة الريال للنسخة الأولى هي بحد ذاتها فوز. ننتقل معاكم إلى المباراة القادمة، المباراة اللي راح تجمع فريق مواترة، الفريق الوحيد في البطولة اللي فاز في جميع مبارياته. هناك فرق لم تخسر ولكن تعادلت، فريق مواتر لم يخسر ولم يتعادل، أربع مباريات أربع فوز. إذا يريد أن يوصل إلى النهائي يجب عليه الفوز، يعني فريق ما ذاق طعم التعادل ولا ذاق طعم الفوز يا أبو مبارك. وإن شفت الأسماء وقلت لي أسماء معروفة، يمكن اللي ما تابع البطولة وشاف الورقة هذه يقول هذا الفريق مرشح للبطولة. شفت الأسماء، لعيبة منتخب كلها مروا على منتخب قطر إلى الاستغلال ولاعبين مميزين. وإذا شفنا الأسماء، أسماء فريق الخور لعيبة هواة يمكن حتى في الأندية ما يلعبون، ففي أكيد في فرق كبير في الأسماء، في فرق كبير أكيد راح يكون في الإمكانيات في الخبرة، راح يفرقون بشكل كبير، راح يفرقون فريق مواتر بشكل كبير على الخور. هذا كلام المحللين في الاستوديو ولكن أرض الواقع غير. وخلونا نروح أرض الواقع عند أخونا علي النعمة اللي راح بيكون معاه عبد الله الهاجري المنسق العام لمركز مواتر. خلونا نشوف هذا اللقاء مع علي النعمة. يا هلا مرحبا فيك اخوي ابو علي. منافسات مثيره تجمعنا اليوم في صاله عبد الله بن سحيم، راح يلتقي فريق مواتره فريق الخور. خلينا ناخذ اخونا عبد الله الهاجري منسق العام لمركز مواتره. اخوي عبد الله في البدايه راح فيك على شاشه الريان. الله يرحب بك على فضل انتم متابعين قناه الريان. اخوي عبد الله، فريقكم المشاركه مواتر فريق كبير مؤهل انه يفوز اليوم، يعني مباراه قويه مع الخور راح تجمعهم. اكثر الترشحات تقول ان مواتر ممكن يلعب على النهائي، شو تقول انت اليوم؟ باذن الله احنا مثل ما عودنا متابعين مركز مواتر هو احد المراكز التابعه لوزاره الثقافه والرياضه. بدا المركز ب 2/3/2014 في مجال السيارات وتثقيف الشباب وحبهم لامتلاك السيارات. اليوم متجهين الى صاله كره القدم، مبتدئين من السنه اللي فاتت في هذا المجال. الحمد لله اخذنا البطوله السنه اللي فاتت، والسنه هذه نشكر قناه الريان اللي قامتها مثل هذه البطولات لتشجيع شبابنا للمشاركه في الصالات. شكلكم انتم عينكم على البطوله بالسنه باذن الله ان شاء الله، مثل ما اخذناها السنه اللي طافت باذن الله ان شاء الله السنه مركز مواتر يوعد الشباب بالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم ايضا في محافل وبطولات ومنافسات اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم. نعم اخوي ابو علي، راح يكون ايضا معانا حارس مرمى فريق الخور سليمان بلال. سليمان نرحب فيك على قناه الريان ونقول لك مباراه قويه، واخوك عبد الله الهاجري في مركز مواتر يقول لك احنا نبي الكاس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما تعرفون مباراتنا اليوم ضد فريق مواتر اللي يعتبر أن أفضل فرق في البطولة. إن شاء الله نحاول نطبق اللي قال لنا المدرب والله يوفقنا إن شاء الله. سليمان بينكم أنتم اللعيبة مركزين اليوم، يعني تكلمتوا برا قلتوا سكروا على المحترفين سكروا في الملعب، أنتم كلعيبة يعني في فريق الخور شو اتفقتوا عليه؟ والله اتفقنا أن كل واحد يسد حيله في المباراة. ان شاء الله الله يوفقنا اليوم ناويين يعني ان شاء الله باذن الله كاتم وياك ان شاء الله. نعم اخوي ابو علي، كان معي اخوي عبد الله الهاجري منسق عام فريق او مركز مواتر، ايضا معانا اخوي سليمان بلال حارس مرمى فريق الخور. مباراه مثيره راح تجمعنا في ارض الملعب وراح نشوف من اللي راح يلاقي الادعم في القسم الجاي. يعطيك الصحة والعافية أخوي علي النعمة، وأكيد عبد الله الهاجري المنسق العام مركز مواتر يعطيه الصحة والعافية، والحارس سليمان بلال يعطيه الصحة والعافية. ولكن أحب أنوه أن أخوي عبد الله الهاجري قال فريق مواتر هذا الفريق خذ البطولة العام الماضي، هي بطولة رمضانية، ولكن احنا نتكلم على شارة الريال لكرة الصالات لأول مرة تقام هذه النسخة. فالكلام اللي قاله في بطولة ثانية، ولكن نسخة الريان لشارة الريان لكرة الصالات لأول مرة تقام. هم العام حصلوا على بطولة اللجنة الأولمبية. الفريق هذا متمرس صاحب بطولات يا أبو محمد، العام حقق بطولة، السنة جاي بطولة، يعني نقول الله يعطيهم الصحة والعافية فريق مواتر من وزارة الثقافة والرياضة. أيضا اتجهوا إلى الكرة، كرة الصلاة. نشوف على الشاشة مشوار هذا الفريق اللي نقول عليه الدفع الرباعي. الدفع الرباعي والسداسي و12 سلندر ما شاء الله. بس في الأخير ذات فريق يعني عندك الدعم
فبالتالي ممكن انك تكون فريق يختلف عن ان فريق تحاول انها تجمع بالمجهودات الفرديه والامكانيات البسيطه المتاحه امامك. عموما احنا نلاحظ ان فريق الخور تشكيله الخور فيه لاعب جديد دخل على التشكيله ابو علي، لاعب ياباني فرانكي هاتاكي ياما موجود في تشكيله الخور كلاعب محترف، اعتقد انه راح يقدم اضافه خصوصا اذا ما علمنا ان اليابان هي الوحيده اللي قدرت أن تأخذ بطولة آسيا من إيران، يعني هي البطولات آسيا كلها لإيران، اليابان دخلت على الخط في مرتين أعتقد مناسبتين وأخذت، فعندهم لعيبة مميزين في كرة القدم للصالة ولعبة بدأت تنتشر بشكل كبير في 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 اليابان. ما ندري هذا اللاعب ممكن يقدم إضافة لفريق الخور، لكن مهما كان أيضا الأمور صعبة أمام مواتر اليابان. صحيح، نشوف على الشاشة فريق الخور، الفريق الاسم هذا أكيد يخلق شجون عند محمد مبارك المهندي. خور أكيد ما في شك، خور مدينتي مكاني تواجدي مسقط رأسك، جعل ربي يطول في عمرك أحفظك يسلمك. فالفريق مثل ما قلت لك فريق شباب صغار كلهم، اكبر دليل كلام الحارس يوم قال اسال اخوي علي عن الامور التكتيكيه والفنيه بين اللعيبه، قال اللي قلنا بيننا احنا نشد حيلنا. ما في امور تكتيكيه وفنيه يعني في ضد فريق مثل الفريق الفريق مواتر، مثل ما قلت لك هذا الفريق منتخب منتخب مشكل، فحتى القوه ولا بين الفريقين او يعني صعب ان انت تقول ممكن ينافس او ممكن. زين ابو مبارك نشوف هذا اللاعب رقم ثلاثة اللي هو عبد الرحمن جمال، ايضا اذا جاهم اللاعب الياباني يعني فريق الخور بعد مهما كان احنا اعطينا فريق مواتر حقه ويستاهل وهو يفرض علينا هذا الشيء من ادائه في الملعب، ولكن احنا كاستوديو نكون منصفين ايضا نبي نعطي الخور حقه، يمكن مثل ما قال اخوي ابو محمد طعموا بلاعب ياباني، اذا قلنا عبد الرحمن اذا قلنا الجربوعي يعني ثلاث اربع لعيبه يمكن يكونون ند. انت لا تنسى هني توصل بعض الفرق تتمنى توصل ركلات الجزاء عشان تتاهل يعني ما عندها مشكله. ونشوف دخول الفريقين الى ارض الملعب بقياده يوسف بخيت من اللجنه المنظمه والطاقم التحكيمي لهذه المباراه. على يمين الشاشه نشوف فريق الخور باللون الاسود والخط الابيض وفريق مواتر باللون الاخضر والخط الابيض، على يسار الشاشه نشوف السلام والصفاح بين اللعيبه، كل يصافح الثاني وانا بصافح اخوي احمد المعمري وسلمى الصوت والصوره للمباراه الختاميه في دور الثمانيه. نعم ابو علي، المباراه الختاميه في ربع النهائي ما بين الخور وما بين الفريق مواتر، نشاهد الان اللقاء. طبعا الفريقين اللي ياتي مواتر كمتصدر المجموعه الاولى، بينما فريق الخور كان وصيف متصدر المجموعه الرابعه والخور وصيف المجموعه الثالثه. تاتي المباراه الان في اللحظات التي ربما انتظرها كثيرا هؤلاء اللاعبين من اجل الخروج بالنتيجه ايجابيه. امامنا طبعا تاتي وياتي التشكيل الاساسي والرسمي بالنسبه لفريق مواتر، زكريا العمراني، زيد المراطي، بلال سلطان وعمرو محسن، بينما سعد بلال طبعا وعمرو محسن، بينما فريق الخور اللي يبدا على يمين الساده المتابعين بالالوان السوداء، لدينا عبد الله عبد الوهاب في حراسه المرمى، عبد الرحمن نور، عبد الرحمن اليزيدي، مبارك الجربوعي، واضافه طبعا الى اللاعب الجديد اللي يدخل في تشكيله الخور اللاعب الياباني فرانكي هاتكي ياما. كره ملعوبه والمباراة تبدأ وتنطلق، وأعتقد أن الخور يعني يعي تماما أن المباراة لن تكون سهلة، لكنه أيضا في نفس الوقت يملك أسماء مميزة وممارسة لكرة القدم داخل الصالات، وإحنا تابعنا وتقريبا كل مباريات الخور الماضية أشدنا بهذا الفريق وبالقدرات الفنية العالية بالنسبة لهذا الفريق. كرة تعود بنقلة لعمرو محسن إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة تماس تأتي لمصلحة فريق الخور، إلى مبارك الجربوعي، مبارك إلى فرانكي اللاعب الياباني فرانكي،
يلعب باتجاه بارك، لكن ايضا الكره قويه الى خارج ارضيه الملعب، ركله تماس لمصلحه فريق مواتر. نشوف فريق مواتر في اول دقيقه يمكن شكله غير، نستغرب من المدرب، نشوف مبارك الجربوعي يلعب اساسي المباراه اللي راحت ما لعبه ولا دقيقه. يعني الفريق فريق مواتر بالخامات اللي عنده ممكن يلعب باي لاعب، وممكن يشوف المباراه في بدايات من ثم يحاول يغير ويضغط على فريقه. كرة هنا لاحظ الخطأ من مبارك الجربوعي في اللقطة الماضية أمام زيد، كاد أن يسجل من خلالها طبعا، لكن حاذر يا مبارك، فريق مواتر لا يحتاج إلى هدايا أبدا، والأخطاء قد لا تغتفر في هذه المباراة. في اللقطة الماضية مرت الفرصة من أمام زيد إلى عمرو محسن، عمرو محسن يملك كرة إلى زكريا العمراني، زكريا مرور بشكل جيد، زكريا من أمام فرانكي طبعا إلى سعد بلال إلى عمرو محسن، عمرو إلى زكريا العمراني إلى سعد بلال إلى زكريا إلى عمرو محسن، زيد المرابطي إلى عمرو محسن إلى زيد مجددا، نقلة بينية لكن خاطئة من زيد إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة تماس أيضا تأتي أو ركلة مرمى لمصلحة الخور. عبد الرحمن نور، كرة أمامية خاطئة تقطع من زيد المرابطي، حمد مفتاح إلى زيد إلى عمرو محسن، الخور لا يلعب بدفاع المنطقة، يتقدم إلى الخط الأمامي، تعود عموما عبد الرحمن اليزيدي إلى فرانكي إلى مبارك الجربوعي إلى فرانكي مجددا، عبد الرحمن نور نقلات، يا سلام تحركات جميلة بالنسبة للاعبي الخور في تناقل الكرة في اللقطة الماضية، عدم الهدوء في الحركة بطبيعة الحال يربك الفريق المنافس. عبد الرحمن يزيدي حذاري لكن فنان، فنان ممتاز ومهاري ورائع، مر من اللاعبين اثنين، عبد الرحمن يعود مجددا، واحد من اللاعبين للأمانة اللي أشدنا بهم كثيرا في هذه البطولة، وواحد من اللاعبين اللي يسرق العين والمهارة العالية اللي يملكها عبد الرحمن يزيدي، تعود مجددا عبد الرحمن نور إلى فرانكي، فرانكي إلى عبد الرحمن اليزيدي مجددا، نقلة إلى فرانكي، عمرو محسن تقطع الكرة لمواتر. معلش احنا تكلمنا في البداية ولكن أنا قلنا فريق الخور فاجأنا بأسلوبه الاحترافي باللعب المتطور، تغيير المراكز، يعني نشوفه في أول ثلاث دقائق من فريق الخور. أعتقد فريق الخور هاي طريقة لعبه، أنا شفتهم قبل يلعبون بهذه الطريقة، فريق منسجم، فريق تبادل المراكز، ينقل الكرات بشكل سليم، يوصل الكرة بشكل جدا مميز، ولكن احنا نقول عن قوة الفريق المنافس اليوم، ولكن الآن فريق مواتر لم يظهر بالقوة اللي احنا تكلمنا عنها، الخور أعتقد قاعد يجاري إلى الآن. نعم، ولكن لدينا زكريا العمراني يظهر على الصورة في اللقطة الماضية، ينجح أيضا في التصدي والإبعاد إلى مبارك الجربوعي، الكرة ملعوبة إلى فرانكي، كانت إلى ركلة تماس، تعود لعبد الرحمن اليزيدي، مبارك إلى فرانكي، لمسة أمامية لعبد الرحمن نور، عبد الرحمن يملك كرة عبد الرحمن نور، يلعب كرة لكنها خطأ إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحة فريق مواتر، زيد المرابطي إلى عمرو محسن إلى زكريا العمراني إلى زيد، حاولت هاتو خرج لكن برافو أيضا عبد الرحمن اليزيدي على التغطية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تاتي لمصلحة فريق مواتر، زيد المرابطي إلى عمرو محسن إلى زكريا العمراني، عمرو بنقلة أمامية إلى زيد المرابطي إلى عمرو محسن مجددا، يملك كرة عمرو محسن، عبد الرحمن يزيد، برافو 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 عبد الرحمن، ضغط الكرة استخلصها الكرة، أوه الفرصة الأخطر تأتي لمصلحة الخور، والضغط العالي من عبد الرحمن اليزيدي، برافو برافو برافو، كرة حلوة كرة حلوة، عبد الرحمن اليزيدي بضغطه افتك الكرة إلى فرانكي، مرر إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن كرة تمرت بجوار القائم، فرصة جميلة لمصلحة الخور، إلى عمرو محسن، زيد المرابطي إلى عمرو محسن مجددا، يسدد كرة لكنها تصطد
الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى حاضره او ركله تماس لمصلحه الخور. الضغط على فريق مواتر، تاخذ منه كوره وتنفرد وتضيعها، بدا فريق مواتر يتنرفز. اعتقد فريق الخور بدا ياخذ ثقه، الضغط على حامل الكره وخاصه عمرو محسن في الاخير، لانه لاعب منتخب وعنده ثقه كبيره، كان يحاول انه يعدي بالكوره ولكن خطف الكره هذه لو جات هدف كان بتعطي المباراه حلاوه اكثر. نعم الكره تعود مجددا حاضره الى عبد الرحمن نور، لعبد الرحمن اليزيدي، الى مبارك الجربوعي، تعود فرانكي الى عبد الرحمن نور، الى فرانكي لعبد الرحمن اليزيدي بنقله، عبد الرحمن نور في الطرف الايمن، تعود مجددا لمصلحه فريق الخور، عبد الرحمن نور الى اليزيدي، عبد الرحمن يلعب له كره اماميه، تعود مجددا حاضره فرانكي لكن مقطوعه زكريا العمراني، والتغطيه والى خارج ارضيه الملعب، الكره الى ركله تباس تاتي لمصلحه فريق مواتر. شاهد الان عبد الرحمن جبار طبعا ينزل ارضيه الملعب بديلا لعبد الرحمن اليزيدي في تشكيله نادي الخور، وهو واحد من اللاعبين المميزين عبد الرحمن جمال. تعود مجددا لعمرو محسن الى زكريا العمراني، زكريا محاولة التقدم، المرور يصوب كرة تصطدع عبد الرحمن نور، سعد بلال يقطع الى زيد، زيد 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 اوه على غير العادة استعجال في اللقطة الماضية لزيد المرابطي ويضيع الكرة خارج ارضية الملعب، يطيح بالكرة زيد المرابطي الى ركلة مرمى تاتي لمصلحة فريق الخور. افتكاك الكرة كان من سعد بلال، والأخطاء هذه ممكن هي التي تكون مكلفة على فريق الخور. وزكريا، زكريا العمراني يملك كرته، يعيد الخلفية إلى زيد، زيد إلى عمرو محسن، يملك كرته عمرو محسن الآن، يحاول يعيد الخلفية إلى زيد المرابطي، زيد إلى عمرو محسن مجددا بنقله الى زكريا، الى عمرو محسن، الى زيد المرابطي، الى تصويبه، برافو عبد الله عبد الوهاب حارس مرمى فريق الخور في اللقطه الماضيه ايضا ينجح في الابعاد. مبارك الجربوعي شفنا طلع ركله تماس، يعني هذا من نوع باب السلامه. صحيح اكيد في وقت حال الضغط، وما عندك اي مجال وعلى اساس تقلل الخطوره تبعد الكره لاقرب نقطه عندك. نعم الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة تماس تأتي مجددا لمصلحة فريق مواتر، عبر محسن نقلة إلى زيد المرابطي، زيد إلى عمرو، إلى زكريا، زكريا بنقلة إلى زيد المرابطي، خلفية إلى عمرو محسن، عمرو من الطرف الأيسر بنقلة خطيرة في اللقطة الماضية لكن إلى خارج أرضية الملعب، برافو فريق الخور حتى الآن للأمانة قادر على مجاراة فريق مواتر، حتى وإن كان ممكن مواتر يملك الكرة بشكل أكبر لكن هذا أمر طبيعي وجدي عادي في ظل الفارق ما بين الأسماء، لكن الخور يقلص هذا الفارق وبشكل رهيب جدا. نحن نشاهد فريق ربما أخطر الفرص أيضا هو من صنعها، وكرة علي اليزيدي، فرانكي يملك كرة فرانكي إلى عبد الرحمن جمال، الى فرانكي نقله اماميه لكن تصطد الى خارج ارضيه الملعب، الى ركله تماس تنفذ سريعه، علي جمال مقطوعه كرتها، علي جمال خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى تاتي لمصلحه فريق الخور، ركله تماس للخور، عبد الرحمن جمال خاطئ الكرة إلى زكريا العمراني، زكريا إلى عمرو محسن، عمرو محسن، عمرو محسن، والهدف الأول، الهدف الأول، لاحظ هنا الخبرة، هنا عدم الاستعجال، هنا عمرو محسن يعني كان تماما ما استعجل، لم يسدد مباشرة، لعب الكرة على القائمة الثانية اللي كان يتواجد فيه زيد المرابطي ويسجل الآن الهدف الأول لمصلحة مواتر، الهدف الأول بعد تمريرة كانت خاطئة
من عبد الرحمن جمال اعتماد الكرات الطولية الساقطة، كانت الكرة على الأرض تمشي بشكل جميل لمصلحة نادي الخور، ودائما اللي تكسبه لعب الأداء اللي قاعد تؤدي فيه استمر عليه بدل من الكرات الطويلة التي لجأ إليها نادي الخور، والكرة عموما قطعت ويأتي الهدف الأول لمصلحة فريق مواتر. شفنا فريق الخور بادر في البداية غير وجهة نظرنا فيه، ولكن عقب فترة استطاع فريق مواتر خلق مسافات لخلق دفاع الخور وجاب الهدف. أوكي الخور بدأ يلعب صحيح، بدأ ينقل صحيح، لكن أعتقد الخور نسى نفسه، نسى أن الفريق الثاني فريق يملك خبرة، فريق أقوى منه، المفروض يلعب دفاع المنطقة ويحاول وقت ما ينقل، ولكن في الارتداد فقدان الكرة يجب أن يرتد الفريق بالكامل بحيث يدافع بشكل جيد، يعني يكون واقعي فريق الخور. أكيد نعم الكرة تعود مجددا. أعتقد أنه لو تابع المباريات الماضية في مباريات المجموعات لشاهد أن فريق الأدعم قدم الأداء الجميل أمام فريق مواتر بطريقة دفاع المنطقة والاعتماد على المرتدات، لا تفتح الملعب أمام فريق كهذا الفريق. كرة تعود بنقلة عبد الله اليافعي حاضرة، لكن عبد الرحمن جمال يقطع يمرر إلى علي جمال. علي جمال يملك كرة إلى فرانكي، فرانكي يوقفها إلى عبد الرحمن جمال، إلى فرانكي، إلى عبد الرحمن نور. خطأ من عبد الرحمن نور في استقبال الكرة الماضية، استعجال في الاستقبال، وبالتالي الكرة تتحول إلى ركلة تماس حاضرة لمصلحة فريق مواتر. عبد الله اليافعي إلى عمرو محسن، إلى زكريا العمراني. زكريا من الطرف الأيسر ينطلق يصوب كرة حلوة، وعبد الله عبد الوهاب أيضا ينقذ ويبعد الكرة الماضية. تعود سعد جمال بنقلة، عبد الرحمن نور أقرب إلى حمد مفتاح في حراسة المرمى، كرة ملعوبة تعود مجددا لعمرو محسن. احنا من الحراس المميزين اللي شاهدناهم في البطولة، بقي الوحيد حتى الآن الذي لم يختبر حمد مفتاح، شاهدنا أحمد خليل اختبر، علي العجم اختبر في مباريات الأمس، ماجد السويلم اختبر، الحراس اللي مروا علينا كحراس مميزين في البطولة، حمد البلوشي حارس مرمى فريق النور أيضا تعرض للاختبار أمام القلائل. حمد مفتاح لأن ممكن حتى الآن لم يواجه فريق مواتر الفرق الضخمة التي قادرة على أن تزعج اللاعبين في أرضية الملعب وتصل إلى حارس المرمى، ما زال حارس المرمى محمي بلاعبيه أمامه. كرة تعود إلى عبد الرحمن جمال، ينقل كرة علي جمال بشكل جميل والقطع، وعبد الرحمن برافو برافو برافو، كرة حلوة للخور، الله الخور يدرك التعديل، كرة جميلة كرة رائعة في اللقطة الماضية، أنا يدوب أتحدث عن حمد مفتاح واهتزت شباك حمد مفتاح في اللقطة الماضية الأولى كانت لعبد الرحمن جمال، أنقذ حمد مفتاح، متابعة رائعة من علي جمال في شباك فريق مواتر. الخور يدرك التعديل، لم يفعلها قبلك أي فريق يا الخور، وبرافو الخور، رائع الخور الآن، هدف مقابل هدف، مباراة وشجاعة لفريق الخور يقدمها أمام فريق مواتر اللي على الورق يتفوق، لكن في أرضية الملعب الخور يقف ند لفريق مواتر حتى اللحظة. سعد جمعة يعيد الكرة خلفية إلى حمد مفتاح، إلى عبد الله اليافعي، عبد الله ينقل الكرة إلى سعد جمعة في الطرف الأيسر، وبرافو أيضا علي جمال تدخل وإبعاد وإلى خارج أرضية الملعب، الكرة تتحول إلى ركلة تماس، نتحدث عن 29 ثانية أخيرة للشوط الأول، النتيجة إلى هدف مقابل هدف، برافو ثم برافو ثم برافو بالنسبة لفريق الخور للأمانة على الأداء اللي قدمه في شوط المباراة الأول. عمرو محسن ينقل الكرة إلى زيد المرابطي، زيد إلى عمرو محسن مجددا، أعتقد أننا إحنا حتى تحدثنا أن قبل ذلك قدمنا وجهة نظرا أن فريق الخور ممكن أن يعاني، خصوصا أننا شاهدنا الخور على المستوى الدفاعي لم يكن جيدا أمام فرق أقل مستوى من واتر، لكن الخور يبهرنا في الشوط الأول للأمانة، الخور يفاجئنا بهذا الأداء المتسق هجوميا دفاعيا بشكل جميل بالنسبة لنادي الخور، ونهاية شوط المباراة الأول أعتقد أن أفضل ما في شوط المباراة الأول كان هو فريق الخور بأكمله، الفريق الخور الذي قدم أداء جماعي رائع وألي في شوط المباراة الأول. فعلا يعطيك الصحة والعافية أخوي أحمد، شفنا معاكم الشوط الأول من فريق مواتر وفريق الخور، ويثبت
فريق الخور أهل الشمال أنهم ند لهذا الفريق، واختبر يمكن لأول مرة إذا صح التعبير أبو محمد فريق مواتر من فريق يهاجم. شفنا اختباره الأول فريق الأدعم، ولكن الأدعم كان مدافع، اليوم اختبر من فريق ثاني فريق كان يهاجم. يعني نقول أن رهبة اللعيبة راحت فعلا، اللي بيأدي في الميدان هو اللي راح يكون يفوز. خلونا نسمع فريق مدرب الخور شو التركيز. يعني الجول الأخير يا إيه، أهم شيء تسكر منطقتك، تسكرها صح. إحنا الحين مشينا حسب الخطة. الشباب رقم 10 يشوت يسار، ما يشوت يمين تقريبا، إذا شاته يشوت ضعيفة، فإحنا أهم شيء جهة اليسار هذه ما يشوت منها. دخل على داخله. أيوة خله خله. لو على الخط أنا معاه، أنا معاه بطلع على الخط، لو ليش دخل أنا ماني شغل فيه. احنا احسن، احنا احسن، احنا احسن. فرغ لزكريا، زكريا تراي تو شوت. ها يلا 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 قول يا رب. يلا زكريا. شفنا دكة احتياط فريق الخور ومواتر، شفنا مدرب الخور يقول لهم ركزوا على اللي شوت يسار، عينك على ريله اللي يسار لانه ما يشوت، حتى اذا شات من اليمين تكون ضعيفة. صحيح في تركيز على نفس اللاعب من المدربين. يعني مدرب مواتر يقول له شوت، فمدرب الخور يقول ركزوا عليه على اليسار عشان ما يشوت على اليسار، خليه يروح على اليمين على ريله ضعيفة. فالكلام كله يدور على اللاعب رقم 10، ولكن الأداء في أرضية الملعب أعتقد الفريقين مادين بشكل طيب، والخور أعتقد يخرج الشوط الأول 1-1 يعود للمباراة بعد ما كان 1-0، أعتقد نتيجة جدا طيبة. في أرض الميدان الكلام كله يدور على اللاعب رقم 10، وفي الاستديو الكلام كله يدور عند أحمد المعمري. نعم أبو علي، نتيجة جدا طيبة، نتيجة جدا للأمانة تسعدنا مثل هذه النتائج لما تأتي من الفرق المجتهدة، تدلل على أن يعني ربما الأسماء والنجومية وجمع النجوم ليس كل شيء في كرة القدم، إنما العطاء داخل أرضية الملعب هو ما تعترف به كرة القدم. الخور يقدم مباراة أولى رائعة. هذا الفريق اللي كاد أن يخرج من دور المجموعات، واللي للأمانة جميعا تمنينا أن كان حسم الأمور مبكرا وتمكن من التأهل، لأن فريق يقدم كرة مبدعة، كرة جماعية جميلة. الخور الآن يقف ند أمام فريق مواتر في شوط أول، يخرج من أمام متعادل بهدف مقابل هدف. الشوط الثاني ينطلق الآن متابعينا مشاهدينا الكرام. تعتقد أن دقائق المباراة مع النتيجة المسجلة توالي الوقت يضع مزيد من الضغط على فريق مواتر، فريق مواتر باعتبار أنه الحلقة الأقوى في هذه المباراة، ويجد نفسه يعاني بهكذا طريقة. هذا الأمر ممكن يخلق ضغط نوعا ما على لاعبي فريق مواتر في محاولة بحثه من أجل إنهاء المباراة بسرعة، بينما الخور يكتسب مزيد ثقة. الكرة تعود عموما مجددا لمصلحة فريق مواتر. عمرو محسن، عمرو محسن يبحث عن التقدم، عن إمكانية المرور. عمرو محسن من الطرف الأيسر، عرقلة واضحة لعلي جمال، لكن برافو علي جمال أيضا وقف مع عمرو محسن، مضايقة لصيقة ودفاع رجل لرجل بشكل قوي من علي جمال ضد عمرو محسن. وفي الأخير عموما الكرة تنتهي إلى خطأ حاضر يأتي لمصلحة فريق الخور، أو لفريق مواتر عفوا، على فريق الخور لعمرو محسن. الكرة من مسافة بعيدة حاضرة، وأول الأخطاء في المباراة. الكرة بشكل جميل ملعوبة، لكن تعود مجددا، ما زالت حاضرة لمصلحة فريق مواتر. عمرو محسن التمريرة على شكل تسديدة لسعد بلالة، عادها بالكعب، لكن عموما الكرة مرت بإبعاد لدفاعات فريق الخور. سلامات إن شاء الله. هنا فرانكي الواقع على أرضية الملعب، أعتقد أنه قدم إضافة لدفاع الخور، هذا اللاعب الياباني في الخط الخلفي. الخور كان يحتاج إلى القائد في الخط الخلفي، كان هذه وضعية يفتقدها، وأعتقد أن فرانكي يقدم الحل بالنسبة لهذا المركز بالنسبة لنادي الخور. إلى فرانكي مجددا، مبارك الجربوعي، علي جمال يقل الكرة لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى حاضرة لمصلحة مواتر، إلى عمرو محسن. عمرو بنقلة بينية لكن أيضا خاطئة، إلى ركلة تماس تاتي لمصلحة فريق الخور.
شفنا فريق الخور اذا ضغط عليه اللاعب يشوت الكره عشوائيه، لازم يكون يعني يلعب باص وتحت الضغط. هو المشكله يعني تحت الضغط ممكن هم على اساس انه ما يخطئ، لان مباراه خروج مغلوب لو اخطا ممكن ترجع عليه عكسيه وتكون كره خطره، فالافضل اذا ما يقدر يلعب باص يطلعها برا الملعب على اساس يعني يوقف اللعب وفريقه يرجع. نعم الكرة تعود مجددا في اللقطة الماضية، لاحظ احنا هذا اللي نتحدث عنه بنفس الحديث يا ابو علي حديثكم، جاءت اللقطة مباشرة كذا ما بين فرانكي وعبد الرحمن اليزيدي، كانت الكرات تتبادل بتمريرات سلسة، وصلت إلى علي جمال، عيد الكرة تمريرة إلى فرانكي، خل الأداء بنفس الأسلوب، لا تقطع رتم الفريق، علي جمال حاول أنه يمر مرور بمهارة فردية، قطعت كرة عادت كادت أن تكون خطيرة على مرمى الخور. الاستمرار في التمرير، في تدوير الكرة، في تناقل الكرات بالطريقة المضمونة سيعطي الخور أفضلية. طبيعة الحال عمرو محسن، لأن أنت تحرم فريق مواتر من الكرة الأمر سيصب لمصلحتك، تعود لمصلحة إفراكي، لكن للأمانة أكثر من لقطة هذا اللاعب شيئا فشيئا يدخل أجواء المباراة، يدخل أجواء اللاعب، ينسجم من المجموعة، وبدأنا نشاهد بعض من لمساته ولقطاته الجميلة فيما يتعلق بالياباني إفراكي. كرة تعود إلى مواتر، عمرو محسن ينقل كرة أمامية إلى زيد المرابطي، خطيرة الكرة في اللقطة الماضية، خطيرة وكادت لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى، تعود مجددا إلى زكريا العمراني، يملك كرة زكريا إلى عمرو محسن، عمرو محسن يقطع عبد الرحمن اليزيدي، عبد الرحمن نور عطى، عبد الرحمن تأخر في التمرير، تأخر في التمرير عبد الرحمن نور دون داعي، قدم الكرة بينية عبد الرحمن اليزيدي، واحد اثنين هات وخذ، كان ينفرد مع حارس المرمى، لكن للأمانة لاحظ يعني بعض الأحيان جزئيات بسيطة ممكن تغير لك كثيرا في المباراة في اللقطة الماضية، لعب من لمسة واحدة جميل في الشكل وجميل في المردود بعد ذلك لمصلحة الفريق. كرة تعود لمصلحة مواتر، برافو 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 عبد الله عبد الوهاب، رائع عبد الله عبد الوهاب حارس المرمى، ينقذ الكرة الماضية من أمام زيد المرابطي، زكريا العمراني مجددا لمواتر، عمرو محسن إلى زكريا العمراني، إلى كرة ممكن لو قطعت ممكن الضغط على اللاعب الأخير حامل الكرة والوقوع وإجبارا للوقوع في الخطأ، هذه النقطة ممكن أن تساهم لمصلحة فريق الخور. تعود الكرة مجددا زكريا العمراني، لاحظ التصادم أخير فرانكي فعلا بشكل واضح، التدخل بدون كرة ضد زكريا العمراني خطأ، وبطاقة صفراء ما لها داعي في اللقطة الماضية، وعموما الخطأ يأتي لمصلحة فريق المواتر، بطاقة صفراء فعلا تظهر ضد فرانكي وخطأ لمصلحة فريق مواتر، وكرة ثابتة أخرى، الدقائق تمضي، الدقائق تمر، والثقة للخور والضغط على مواتر وزكريا العمراني لزيد، يسدد كرة بشكل خاطئ زيد المرابطي خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى تأتي لمصلحة الخور، عبد الرحمن اليزيدي كرة أمامية يا سلام بالمليمتر يضعها لمبارك الجربوعي إلى عبد الرحمن نور، عبد الرحمن اليزيدي أمامه يا عبد الرحمن اليزيدي، التمريرة وليست خلفه في اللقطة الماضية، أيضا تمريرة خاطئة من عبد الرحمن نور، تعود إلى سعد بلال، سعد لزكريا العمراني، أنا أعتقد على مستوى الاختراقات والتمرير ومن ناحية الأداء الهجومي عبد الرحمن جمال أفضل من عبد الرحمن نور، لكن عبد الرحمن نور ربما على مستوى أداء الأدوار الدفاعية أداء أفضل قد يكون، ولذلك مدرب الخور يفضله. طبعا شفنا الأداء واللعيبة اللي يلعب بجسمه، أنت كلاعب عينك على الكورة مو بعينك على جسم اللاعب، لأن هم مهاريين يمرون بسرعة من فريق الخور، لدرجة أنه يمكن شدوا معلقنا أحمد المعمري قام ينفعل مع كل هجمة للخور. صحيح الخور يمكن مهاجمين سرع وخاصة اليزيدي، ولكن أعتقد الممول ينقص الفريق، فريق الخور الممول السريع.
سلام يا سلام. اللقطة الماضية لفرانكي أخرى جميلة لكنها تقطع الآن لمصلحة مواتر. مواتر عمرو محسن إلى زكريا العمراني إلى زيد المرابطي وكرته إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد أن في مباريات ماضية ياما وياما أشدت بمواتر وتحدثت عن مواتر بشكل كبير وكبير جدا، لكن فريق الخور في مباراة اليوم طرف أفضل في المباراة وبالتالي يستحق الإشادة الأكبر للأمانة. إلى عمرو محسن من الطرف الأيسر محاولة التقدم والمرور لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة فريق مواتر. ركلة ركنية حاضرة لمصلحة مواتر. إلى عمرو محسن ينقل كرة لكنها تقطع. عبد الرحمن نور إلى عبد الرحمن اليزيدي. برافو عبد الرحمن يتعرض للإعاقة سقوط الخطأ وأيضا البطاقة الصفراء ضد السعد بلال. شفنا كل ما يمر الوقت الحين باقي 6 دقائق تقريبا يتوتر فريق مواتر. أكيد الضغط على فريق مواتر لأنه هو الفريق المرشح هو الفريق الأفضل إمكانيات اللاعبين الأكثر خبرة. كل ما يمر الوقت وهم متعادلين أكيد الضغط يزيد عليهم. تعود الكرة مجددا لمصلحة زيد المرابطي تسديدة بقدمه اليسرى. زيد في اللقطة الماضية لكن أيضا كرتها ركلت برا. إلى فرانكي. فرانكي نقطة مضيئة في مباراة اليوم بالنسبة لنادي الخور. كرة إلى ركلة تماس تتحول لمصلحة مواتر. ركلة تماس لحث في كرة القدم داخل الصالة أحيانا لاعب واحد قد يفرق بشكل كبير وواضح جدا. إلى زكريا العمراني يلعب الكرة في الطرف الأيسر إلى عمرو محسن. عمرو محسن تصويبة برافو عبد الله عبد الوهاب حتى الآن ثبات في مرمى بشكل رائع. في الطرف الأيسر قطعت الكرة لسعد بلال خطيرة النقلة من أمام زكريا العمراني. الكرة عدت ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. لم يلاقي فريق مواتر صعوبة في البطولة حتى الآن كما يلاقيها في مباراة اليوم. الكرة تعود إلى مبارك الجربوعي. مبارك يلعب الكرة في المناطق الخلفية إلى عبد الرحمن. عبد الرحمن يعني لكن الغريب أن فريق الخور اللي لم يتمكن ربما من إيقاف لاعبين هو على سبيل المثال كفريق عين خالد وخسر المباراة بعد أن كان أو تعادل بعد أن تقدم بالثلاثة. الآن يوقف لاعبين محترفين دوليين محليين هذا يدلل على أن كرة القدم بحسب العطاء في أرضية الملعب. كرة تعود أمامية حلوة لكن عبد الرحمن جمال طالت من أمامه بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحة فريق مواتر. عمرو محسن زيد المرابطي. زيد نقلة إلى زكريا العمراني. زكريا يملك كرة محاولة التقدم والمرور. زكريا العمراني برافو فرانكي تغطية بشكل مثالي ويبدو أن فرانكي يعني يفرض حصان على زكريا العمراني. وهنا عمرو محسن نقلة خارج أرضية الملعب ركلة مرمى لمصلحة الخور. شفنا فرانكي يضغط على زيد على رجله اليسار خلى اليمين وفعلا حد من خطورته. صحيح لأن اللاعب خطر برجل اليسار يسد سداد قوية ومهاري على اليسار لكن اليمين مو بشغالة تمام. اليمين حق المشية وحق الدرع. في اللقطة الماضية ماذا يفعل عبد الرحمن جمال؟ ماذا يفعل عبد الرحمن جمال في يقع في خطأ كاد أن يكلف فريق الكثير. زيد قطع مرر إلى زكريا العمراني. زكريا العمراني إحنا شاهدناه من كرات أصعب من هذه أبعد من هذه يسجل لكن في اللقطة الماضية أيضا تسديدة تضاعت وخارج أرضية الملعب بشكل غريب. التدخل في اللقطة الماضية الصافرة حاضرة حكم المباراة يحتسب الخطأ لمصلحة الخور. هالمرة السؤال لك يا أبو محمد تتوقع أن هذه المباراة راح تكون أول مباراة في دور الثمانية ركلات جزاء؟ والله إلى الآن يا أبو علي إلى الآن الخور يجبر مواتر إلى ركلات الجزاء حتى اللحظة وممكن أن يحسمها وممكن مواتر يحسمها. ما زالت كل الاحتمالات قائمة. السلامات لفرانكي الآن اللي يقع على أرضية الملعب. اللاعب الذي قدم للأمانة مردود مذهل ورائع في الخط الخلفي تحديدا على مستوى خط الدفاع بالنسبة لفريق الخور. تكتيكي إصابة تكتيكية أنا أعتقد هو تعب
طول المباراة هو يلعب جاي من اليابان سفر تعب أكيد قاعد الحين يرتاح شوية ويهدي اللعب مع الفريق الآخر. وبالتالي خطأ تكتيكي بحت فعلا بمبارك والملاحظة في محلها بالنسبة لفرانكي الذي قدم الإضافة الكبيرة لفريق الخور. ولاحظ أعتقد بوعلي حتى جمهورنا على المدرجات في الأخير تفاعل ربما مع الطرف الذي قدم المردود غير المتوقع في المباراة للأمان. صحيح إذا عندك فريق موتر من أقوى الفرق المرشح ويشوف له ند، ولكن التكتيك أنا عندنا ثلاث أنواع تكتيك: يخسر الوقت ولكن في كرة الصلاة الوقت يتوقف، تكتيك تمص حماس الفريق المنافس إذا كان هالشكل يعني ثائر عليك، تكتيك الأخير اللي هو تكتيك التعب إنك تريح. بالضبط صحيح إن أنت تريح في نفس الوقت وفي نفس الوقت تمتص حماس الفريق الآخر. هاي قد يكون في كرة مثل هذه يعمل نفس إنه مصاب يدخل المعالج يأخذ وقت يتوقف الوقت صحيح، لكن اللاعب يرتاح في نفس الوقت الفريق الآخر تهد من 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 رتم ماله تنزل الرتم. نعم الكرة تعود مجددا حاضرة لمصلحة فريق الخور. علي جمال يملك كرة، علي جمال إلى فرانكي إلى مبارك الجربوعي، حذاري مبارك كرة مقطوعة تعود لزيد، فضل الحل الفردي. فقدان الكرة قد يكلف الفريق كثيرا. إلى عبد الرحمن جمال نقلة، يا سلام رائعة 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 حلوة الكرة التمريرة الماضية الطويلة باتجاه علي جمال، لكن أيضا عودة زكريا العمراني يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة الخور. ماذا يفعل في التمريرة الماضية علي جمال؟ هذه التمريرة أرضية يفترض، لكن إلى ركلة تماس لزكريا العمراني. فريق مواتر يبحث عن العودة إلى المباراة. الشوط الأول شاهدنا فيه هدفين، الشوط الثاني الأهداف لم تأتي، ونحن نتحدث عن آخر دقيقتين و17 ثانية، وطبعا نظام البطولة يقضي بعدم وجود أوقات إضافية مباشرة إلى ركلات الجزاء. زكريا العمراني، زكريا نقلة إلى زيد المرابطي، برافو عبد الله عبد الوهاب، أداء كبير عبد الله عبد الوهاب. أعتقد أن لو ذهبنا إلى ركلات الجزاء عبد الله عبد الوهاب سخن كثير في المباراة. كرة تعود إلى زكريا العمراني، سعد بلال إلى زيد المرابطي، سعد جمعة كان تعود إلى الكرة مجددا، سعد جمعة في الطرف الأيسر إلى زيد، إلى زيد، أوه تصويبة بشكل خاطئ خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تأتي. فرصة أخرى تضيع، فرصة أخرى تضيع لفريق مواتر. دقيقة ونصف هذه المرة عبد الله عبد الوهاب يروح للتكتيك يا أبو علي. دقيقة ونصف قبل نهاية المباراة، مواتر يضغط، مواتر يصنع الفرص ويقترب، لكن بشكل غريب قاعد يهدر فرص فريق مواتر لم نشاهده أنه أهدرها في المباراة الماضية. كان سواء زيد أو زكريا العمراني يسجلوا من أنصاف الفرص، الآن في فرص حقيقية لكن تسديدات بشكل غريب. هذا يمكن يدلل على الضغط الحاصل على اللاعبين، يدلل على الضغط ويمكن على التوتر، خلاص يقل التركيز عند اللاعب. أكيد ما في شك، إذا احنا حتى لاحظنا فريق مواتر قاعدين يأشرون على الحارس أنه طايح في أرض الملعب، معناته أن الحارس قاعد يتعمد أنه يطيح في أرض الملعب. ولكن أعتقد تكتيك ينفع للخور لأنه تهدي اللعب وتكسر رتم المباراة. نعم تدخلي في اللقطة الماضية أن الخطأ الذي وقع فيه فرانكي هدية قدمها لعمر محسن، لكن عمر محسن يرفض الهدايا، لسنا في وقت هدايا، هذا لسان حال عمر محسن، يضيع فرصة أخرى لا تضيع. وغريب غريب ضاعت مواتر للفرص التي تتاح أمامهم. فرانكي نقلة أمامية سليمة تعود إليه مجددا، فرانكي فرانكي فرانكي، الله 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 الله، ماذا يفعل الخور في مباراة اليوم؟ احنا تحدثنا، معلش والله يا ابو علي اعتقد اننا كتحليل كنا في عينها يا ابو علي، اي احنا تحدثنا عن مواتر ان فريق في مجموعه الطريق مفروش له بالورود الى النهائي، لكن يبدو انه لن يتجاوز حتى اول الادوار الاقصائيه فريق مواتر. الخور برافو للخور، برافو للخور. كره تعود بالباور بلاي، ثواني اخيره، ماذا يفعل مواتر؟ هل يعود زيد زيد زيد؟ الله الله الله، اعتقد اننا امام
مشهد إثارة لم يحدث في البطولة حتى الآن. مواتر يقدم درس في طريقة الباور بلي، كل الفرق لعبت باور بلاي، لكن مواتر مع أول لمسة مع أول هجمة بالباور بلاي يدرك التعديل. مواتر 2-2، إثارة ما بعدها إثارة في دقيقة واحدة. الخور يسجل وفي نفس الدقيقة مواتر يعادل، والدقيقة لم تنتهي بعد. ممكن أي من الفريقين يسجل يصعد أو نذهب إلى ركلات الجزاء. الكرة خارج أرضية الملعب. أكثر مباريات ربع النهائي إثارة نشاهدها أمامنا حتى الآن. إثارة صنعها الخور بعكس التوقعات في مجريات المباراة. إثارة صنعها الخور بتسجيل لهدف التقدم في الرمق الأخير. إثارة يصنعها مواتر بالعودة إلى المباراة. مواتر يبحث عن التقدم الثواني الأخيرة. مبارك الجربوعي، مبارك الجربوعي، ممكن خلاص خلصت، انتهت المباراة، خلصت انتهت. متابعينا مشاهدينا الكرام، كادت أن تأتي المفاجأة الكبرى أن الخور يقصي مواتر من الوقت الأصلي، لكن حدة المفاجأة انخفضت. ممكن هي لم تذهب. الخور فاجأنا بالأداء، فاجأنا أن يجبر مواتر على ركلات الجزاء الترجيحية. أبو علي، صحيح، يعطيك الصحة والعافية أخوي أحمد. شفنا من أروع مباريات هذه البطولة إذا تكلمنا على فريق الخور، على فريق مواتر عفوا، أن الطريق ممهد للنهاية، فحن أخطينا في الاستديو، ولكن من أول عقبة اللي هو فريق الخور يتعثر فريق مواتر ويشوف له ند قوي. أكيد فريق الخور كانوا من أميز الفرق اللي لعبت، لكن مثل ما قلنا في هذه البطولة دائما أن نشوف الفرق تعدل مباراة مباراة. يا أبو مبارك، وأبغى أنوه للمشاهدين، إذا شفنا إصابة في أرض الملعب يكون تقدير الحكم هل هو يوقف الوقت أو يخلي الوقت ماشي على حسب حجم الإصابة، هذا يكون تقدير عند الحكم. ولكن الفرق اللي شفناها كل مباراة تكون أفضل من المباراة الثانية. هل تطعيم الفريق بمحترفين؟ اليوم شفنا اللاعب الياباني فرانكي، صراحة يمكن نقطة تحول لفريق الخور خاصة في الدفاع، أو أن الانسجام بين اللعيبة في هذه البطولة. هذه قد تكون مباراة صدمة اليابانية، أنا أسميها. اللاعب الياباني صراحة أدى وأضاف كثير لفريق الخور، خاصة من الناحية الدفاعية، وأيضا أضاف من الناحية الهجومية. شاهدنا الهدف الثاني كان تمريرة منه، فأعتقد استفادة منه الخور باستفادة كبيرة. ولكن يبقى فريق مواتر فريق يملك إمكانيات كبيرة، يملك إمكانيات عالية، لذلك قدر انه يعود للمباراه، وكان قاب قوسين وادنى انه يخرج من البطوله. نشوف على الشاشه مشاهدينا هذه القرعه لركلات الجزاء لاول مره تقام هنا في دور الثمانيه. وين الملعب ومن اللي راح يلعب؟ ابو محمد، فريق الخور ابهرنا، شفنا الهدف اللي من شوي في الدقيقه الاخيره، ولكن ايضا مع توتر فريق مواتر، لكن الخبره ترجع. الخبرة ترجع فعلا يا أبو علي، وأسعفتهم أعتقد في الدقيقة الأخيرة بطريقة الباور بلاير للعودة إلى البطولة وليس إلى المباراة، وكان خارج البطولة تماما. لكن إحنا عندنا الآن ركلات الجزاء الترجيحية، لحظات الحسم الآن، اللحظات اللي أعتقد أن المهمة الأولى ستكون على عاتق حراس المرمى حمد مفتاح وعبد الله عبد الوهاب. شاهدنا كل الحارسين ربما متمكنين، لكن اختبر بشكل كبير وبشكل جدي عبد الله عبد الوهاب في هذه المباراة اللي قدم فيها مردود رائع، مردود مذهل للأمانة. اللمسة الأخيرة الخور قاب قوسين أو أدنى كان من التأهل، لكن أيضا الخبرة أعادت مواتر فعلا إلى الملعب، والخور هو من سيبدأ بتنفيذ ركلات الجزاء. الرجل الذي قدم إضافة كبيرة للخور اللاعب فرانكي طبعا يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الأولى في المباراة لمصلحة فريق الخور. ما بين فرانكي وما بين حمد مفتاح في ركلة الجزاء الأولى نشاهدها. فرانكي وهدف، الله 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 الله، في زاوية صعبة جمد مكانه حمد مفتاح، لاعب متمكن للأمانة حتى في تنفيذه لركلات الجزاء. إذا الخور ينجح في تسجيل أول ركلة جزاء في المباراة. الآن الدور لمصلحة مواتر. زيد المرابطي، زيد المرابطي يتقدم للتنفيذ، عبد الله عبد الوهاب وزيد المرابطي، وركلة الجزاء الأولى لمواتر. زيد زيد زيد، ويسجل زيد أيضا، يسجل زيد هدف بهدف، ركلة بركلة وهدف بهدف. فرانكي للخور سجل، زيد المرابطي لمواتر سجل. الآن
للخور يتقدم عبد الرحمن اليزيدي. عبد الرحمن اليزيدي سجل الهدف الثاني للخور في اللعب. الآن يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء وهو لاعب مهاري وهو لاعب ممتاز. عبد الرحمن اليزيدي لمصلحة فريق الخور. يتقدم الآن عبد الرحمن اليزيدي لمصلحة الخور. عبد الرحمن عبد الرحمن والهدف يأتي. أوه حكم المباراة يعيد التنفيذ يقول على الصافرة. حكم المباراة يعيد التنفيذ ركلة الجزاء. يشير إلى عبد الرحمن اليزيدي أن تلعب على الصافرة. على الصافرة وليس قبل الصافرة. أعتقد أن اللاعب شاهد بدأ يتوتر بسبب إعادة ركلة الجزاء. ما أدري هل ستؤثر على عبد الرحمن اليزيدي أو لا. سجل الأولى. الآن الثانية. عبد الرحمن اليزيدي يتقدم للتنفيذ. يسجل عبد الرحمن. برافو برافو بشكل رائع. يتمكن أيضا من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريق الخور. والله حتى في ركلات الجزاء الخور يضع مواتر تحت الضغط. يضع مواتر تحت الضغط. مواتر لاعبين دوليين خبرة كبيرة في كرة الصالات محترفين في ركلات الجزاء. فريق الخور سجل ركلتين. يضع دائما لاعب فريق مواتر الذي يسجل بينهم تحت بعدهم تحت الضغط. عمرو محسن الآن يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. يتقدم عمرو محسن الضربة الثانية لمواتر. يسجل عمرو محسن أيضا. يسجل عمرو محسن. 2-2 2-2 وركلة الجزاء الثالثة الآن لمصلحة فريق الخور. مبارك الجربوعي يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الثالثة. مبارك الجربوعي للخور. هل ينجح مبارك في التسجيل أم أن لحمد مفتاح رأي آخر؟ أربع ركلات جزاء سجلت كلها سجلت نفذت وكلها سجلت هدفين للخور يعني ولا ركلة جزاء حتى الآن ضائعة. يتقدم مبارك الجربوعي لمصلحة فريق الخور. مبارك الجربوعي وحمد مفتاح. مبارك الله الله بشكل جميل. مبارك بشكل جميل ينجح في تسجيل أيضا الهدف الثالث لمصلحة فريق الخور. أداء جميل أداء جميل الخور. أعتقد مهما كانت النتيجة النهائية الخور كسب فريق محترم وكسب احترام الكل والتحية من قبل الجماهير في المدرجات لفريق الخور. عبد الله عبد الوهاب زكريا العمراني الآن يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الثالثة لفريق مواتر. زكريا العمراني زكريا وعبد الله عبد الوهاب وركلة الجزاء الثالثة لفريق مواتر. زكريا زكريا عبد الله عبد الوهاب في هدف الله بشكل جميل. زكريا العمراني أيضا حتى الآن يستمر النجاح لكل المنفذين. شفنا ثلاث ركلات للخور وثلاث ركلات لمواتر والآن تكون ركلة بركلة. ركلة بركلة فعلا الركلات خلاص ثلاث انتهت وركلة بركلة ما بين الفريقين. يتقدم عبد الرحمن جمال أيضا من اللاعبين المهاريين ومن اللاعبين الجيدين على مستوى المهارة بالنسبة لعبد الرحمن جمال. يتقدم من أجل تنفيذ ركلة الجزاء الآن ركلة بركلة لمصلحة فريق الخور. عبد الرحمن جمال حمد مفتاح. عبد الرحمن جمال أوه والله كاد حمد مفتاح كاد حمد مفتاح في اللقطة الماضية أن يتصدى للكرة الأخيرة لكن ربما القوة في التنفيذ حالت دون أن يتمكن من ردها حمد مفتاح. الآن الركلة أيضا لفريق مواتر. عبد الله العنزي عبد الله العنزي على تنفيذ الركلة الأخيرة. إن سجل عبد الله العنزي نستمر في ركلة بركلة. إن أضاع عبد الله العنزي مبروك لفريق الخور. إن أضاع عبد الله العنزي فمبروك لفريق الخور. الركلة الآن حاضرة لمصلحة فريق مواتر. طبعا عبد الله عبد الوهاب يتحدث مع حكم المباراة أن تكون الكرة في مكانها. تثبيت الكرة عملية تثبيت الكرة طبعا وعلى الأرضية الملساء أحيانا فيها صعوبة. عبد الله عبد العنزي تعب وهو يحاول يثبت الكرة. يعني عبد الله عبد الوهاب يا رجل اثبتت خلاص خليه يسدد. عموما إن ضاعت الكرة هذه من عبد الله العنزي
فلن أو ستنتهي المباراة لمصلحة الخور. خلنا نجرب ونغير الكرة ممكن تفلح الامور، لكن اعتقد ان العمليه نرفزت عبد الله العنزي نوعا ما. اللي يتقدم الان هو لاعب مهاري ولاعب فنان ولاعب عنده لمسات جميله، عبد الله العنزي يتقدم لتنفيذ ركله الجزاء لمصلحه مواتر. عبد الله عبد الله وعبد الله ينجح على عبد الله. عبد الله العنزي يتفوق على عبد الله عبد الوهاب وركلة الجزاء تنجح لمصلحة فريق مواتر. الآن الركلة لمصلحة فريق الخور. الركلة لمصلحة فريق الخور عند عبد الرحمن نور. كل الفريقين للأمانة حتى الآن في قمة التركيز في تنفيذ ركلات الجزاء، كلها تكلل بالنجاح. عبد الرحمن نور وحمد العنزي. عبد الرحمن نور يتقدم لمصلحة فريق الخور. عبد الرحمن نور، عبد الرحمن نور، أضاع عبد الرحمن نور للركلة الأولى التي تضيع. وعبد الله اليافعي، عبد الرحمن نور أضاع، وعبد الله اليافعي هو من يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء القادمة لمصلحة فريق مواتر. الكرة الأخيرة، ياهي مباراة صعبة، وياهي مباراة تحبس الأنفاس، وياهي ركلة جزاء أخيرة يا عبد الله اليافعي. إما أن يعني يتأهل المواتر أو أن المباراة تستمر في سجاله. عبد الله عبد الوهاب، أنظار لاعبي الخور عليه. عبد الله عبد الوهاب، عبد الله عبد الوهاب، عبد الله عبد الوهاب. فريق مواتر يتأهل وبشق الأنفس وبصعوبة إلى الأدوار القادمة. مواتر إذن من ركلات الجزاء يحسب نتيجة. يعطيهم العافية فريق الخور، فريق قدم مباراة كبيرة، فريق كان هو الأقرب للتأهل، فريق قدم للأمانة درس في كرة القدم أن الأسماء لا تكفي وحدها لكي تعطيك بطاقة التأهل وتعطيك الانتصارات. أبو علي، صحيح، يعطيك الصحة والعافية. وأنت أيضا قدمت لنا مباراة جدا جميلة بالتعليق المميز. شفنا فريق مواتر، ألف مبروك صعودهم إلى دور المربع الذهبي. والله يا أنا ما ودي أقول هارد لك، ودي أقول مبروك الفريق الخور على الأداء صراحة المميز من هذا الفريق اللي صراحة ودع هذه البطولة. يقول أن الفريق هو الفريق المتوج وهو المغادر من هذه البطولة. شفنا ركلات الجزاء عامل الخبرة، ولكن أيضا نشوف أفضل لاعب في المباراة هو حارس فريق الخور عبد الله عبد الوهاب. ما قصر، شفنا عاد الخميس من اللجنة المنظمة يعطيه هذه الجائزة، جائزة المباراة، ولكن ما بعد المباراة اللي هي ركلات الجزاء لا تدخل أكيد من ضمن التقييم. شفنا هذا الحارس أبدع صراحة في مجرى المباراة من بدايتها لنهايتها، ولكن الحظ يبتسم أخيرا إلى مواتر. الأسماء دائما ما تكون هي العامل الأوفر في صعود الفريق، ولكن أيضا المجهود وبصيص من الحظ هو اللي يساعد أيضا الفريق. صحيح صحيح. أعتقد الخور قدم مباراة كبيرة، أعتقد قدم مفاجأة اليوم على أرض الملعب. استطاع أن يحرج فريق مواتر، استطاع أن يواصل الضغط عليه، استطاع أن يتعادل معه خلال المباراة من خلال الوقت الرسمي. ركلات الترجيح أيضا تعادل معه 3-3. أعتقد قدم أداء كبير، أداء جدا يثلج الصدر بالمجموعة اللي موجودة معه، مجموعة جدا طيبة. الفريق المقابل مواتر يملك لاعبين على خبرة عالية، إمكانيات عالية. في الأخير ضربات الترجيح هذه في إمكانيات لعيبة صحيح، و فرقت الامكانيات. شفنا اللاعب اللي اضاع الكره عبد الرحمن نور وين سدد الكره، وباقي اللاعبين كانوا يسددون بين بين العارضه والقائمين. فلذلك اعتقد خطا واحد طلع الفريق برا، ولكن اعتقد الفريق مباراه اليوم طلع مرفوع الراس. اكيد يستاهلون طلعوا مرفوعين الراس. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، خلونا نروح عند نديب قناه الريان علي النعمه وعنده حمد مفتاح اللي كان صراحه مفتاح بوابه دخول الاربعه لفريق مواتر. عندك يا علي. يا هلا، مرحبا فيك اخوي ابو علي، ارحب فيك وارحب بضيوفك ايضا. مباراه مثيره، مباراه جميله، ومباراه اولى
كانت في بطولة الريان لكرة الصالات 2016 وانتهت في بلنتيات لصالح فريق مواتر 5-4. معنا اليوم حمد مفتاح، مفتاح الفوز لفريق مواتر. حمد نقول لك ألف مبروك اليوم الفوز، ونقول لك كنت مرتاح في المباراة في الشوطين وارتحتوا في النهاية. الحمد لله رب العالمين على الفوز. أول شيء الحمد لله أننا تأهلنا دور الأربعة. مباراة بصراحة كانت صعبة، صدنا ما علينا هجمات، الفريق فريقنا ضاغط طول المباراة، بس هم من كذا فرصة يعني تقريبا 3-4 فرص جاتهم في المباراة، سجلوا جولين، كنا بنخسر المباراة في آخر لحظة وتعادلنا الحمد لله، وتوفقنا في ضربات الترجيح. يعني بعد حسينا في لحظة أن خلاص احنا ترى برا البطولة ترى، بس الحمد لله ما دام احنا ردينا بالبلنتيات وتأهلنا ان شاء الله. انا اتوقع ان شاء الله بناخذ البطوله باذن الله. بمفتاح راح تلعبون مع الادعم، الادعم اليوم فاز، فريق فيه نجوم، فيه لعيبه منتخب، ولعبتوا معاه في الادوار التمهيديه وفزتوا عليه، ايش راح تسوون قدام الادعم؟ الادعم حاليا يختلف عن الادعم اللي تقابلنا وياه في المجموعات. الادعم اللي تقابلنا معاه في المجموعات كان من غير محترفين. حاليا المباراه الجايه الادعم بيلعب محترفين اثنين تقريبا. صحيح. هذا اللي سمعناه. ففريق الادعم بيكون أقوى من الأدعم اللي كان في المجموعات، فلازم إذا إحنا نبغي نتأهل للنهائي لازم نقاتل ونأدي أداء أحسن من الأداء اللي أديناه اليوم. بصراحة اليوم ضيعنا فرص، أداءنا ما كان الأداء اللي أديناه في دور المجموعات، فإذا نبغي نتأهل النهائي لازم نقاتل المباراة الجاية ونأدي كل اللي عندنا إن شاء الله عشان نتأهل النهائي. بس بمفتاح تنسى قدامك الأدعم في الجريان، في الاستقلال، في النور، في افريقيا، يعني جايه على قولة هالقطه تاكل زلط جايتكم ان شاء الله. واحنا فريقنا ترى بعد ما هو سهل، ان شاء الله بنوصل نهائي ان شاء الله. سر القفاز شنو بمفتاح؟ القفاز الله يسلمك، هذا من لعبت صالات من سنه 2004 لليوم بصراحه، يعني متعود على الصالات، متعود على القفاز هذا، فما غيرته لليوم يعني. بس اوقات اتمرن من غير قفاز، بس انا ادخل المباراه احس انه في شيء ناقصني، يعني احس انه في شيء ناقصني. بالتوفيق المباراه الجايه. وياك الله يسلمك. الله يبارك. نعم اخويا ابو علي، كانت مباراه جميله، مباراه مثيره، مباراه فيها منافسه بين الفريقين، فريق الخور وفريق مواتر. مباراه احنا استمتعنا فيها ايضا، والجمهور اللي كان يشجع استمتع فيها. انتهت بفوز فريق مواتر 5-4 على فريق الخور بالبلنتيات. وعلي الكلمة والصورة عندك. يعطيك الصحة والعافية أخوي علي النعمة، وأكيد يعطيه الصحة والعافية أخوي حمد مفتاح اللي فعلا يقول أنا متعود على القفزات. يمكن هو الحارس الوحيد اللي ما قدر يفسخ القفزات في الصالات، لأنه خلاص عرف كنترول. إحنا دائما نقول حراس الصالات بدون قفزات، لأنه هو اللي يبني الهجمة، هو الكنترول عنده في البداية. أنا صراحة أشوف المباراة يمكن من أروع المباريات تكتيكيا. اللعيبة يمكن بعض اللعيبة ما حالفهم الحظ، ولكن دائما هي تصير في كرة القدم أنك تلعب وتأدي والنتيجة تكون من صالحي. شلون شفت المباراة بين الفريقين؟ الشوط الأول 1-1، الشوط الثاني 1-1 أيضا. أنا أعتقد إحنا تكلمنا على الورق في فرق كبير بين الفريقين، لكن في أرضية الملعب صراحة ما شفنا فوارق كبيرة. الأداء اللي كان طول المباراة كان في ند، سواء من بين الخور وبين مواتر كان في ند بالفعل، وكان في أداء جدا مميز من الخور في مباراة اليوم، وهذا أعتقد اللي وصلهم للمباراة، وصلهم أن يعودون للمباراة بعد ما كانوا خسرانين 1 عادوا للمباراة، وأيضا بعد ما تعادل معاهم بعد العودة أعتقد أيضا سجلوا الهدف الثاني في آخر دقائق المباراة، وكان ممكن ينهون المباراة في الوقت الأصلي، ولكن خبرة مواتر قلنا يملك خبرة كبيرة، ذاك استطاع أنه يعود بسرعة وينقذ نفسه من الخروج من هذه البطولة. شفنا إصرار فريق الخور في خاصة في هذا الهدف، شلون قطعها وشاتها وكملها صاحبه. نعم، عموما فريق الخور احنا في هذا الهدف، طبعا الهدف الأول هذا اللي كان لمصلحة فريق الخور وهدف التعديل، وبعد ذلك تقدم فريق الخور. فريق الخور نقولهم ان اليوم بطل فريق الخور للامانه، هذا الهدف الثاني، انتم فريق بطل، حافظوا على هذا الفريق للجولات القادمه. طبعا هذا الهدف الثاني بصناعه الياباني فرانكي، التوليفه الشابه اللي موجوده عند الخور، الطريين هذول يلعبوا مع بعض من سنين. هذا الهدف اللي جاء في الرمق الاخير واللي قضى على المباراه تقريبا، او على امال الخور بالصعود وذهبنا الى ركلات الجزاء الترجيحيه. لكن اللي نتحدث فيه بالنسبه لفريق الخور، حافظوا على هذا الفريق بنفس الاسماء، وفرانكي لا تفرطوا فيه. الخور في الموسم القادم او في النسخه القادمه من بطوله شارة الريان حياكم الله، تفضلوا، راح يوصلوا لمدى بعيد. مباراه اليوم بوعلي انت ذكرت فيها لفته جدا حلوه ممتازه،
اعتقد ان فريق الادعم كان موجود على المدرجات يتابع، احنا شفناهم موجودين على المدرجات. فريق الادعم يستفيد درس من نصحيه ان فريق مواتر اهجم عليه راح تضع تحت ضغط كبير جدا وممكن يودع البطوله. هذا درس اعتقد للادعم وطريقه مثاليه للادعم في مباراه القادمه. صحيح، شفنا ايضا اليوم زيد المرابطي اثناء المباراه احرز هدفين، وبذلك زيد يصبح 9 اهداف. نشوف هنا ركلات الجزاء، ما شفنا رده فعل من الحراس، وهي طبعا ما يلمون الكره قويه وقريبه، واعتقد تكتيك بلنتيات الصالات هي الشوت. اي اكيد ضربات ترجيح في الصالات اكيد الشوت، والشوت بقوه اعتقد يعني ما في مجال ان انت تحط الكره في زاويه والحارس يروح، لان المرمى 3 امتار في ارتفاع مترين، يعني ما في مسافه، فاعتقد التسديد بقوه بحيث ان الكره تكون من مسافه قريبه ورده فعل الحارس ما تكون موازيه لقوه التسديد، لذلك اذا في بين الثلاث خشبات بقوه والحارس ما راح في اتجاه الكره يعني يكون محظوظ اذا راح في اتجاه الكره، اذا ما راح في اتجاه الكره او حتى بعض الاحيان يروح في اتجاه الكره ولكن من سرعه الكره تمر، حتى ممكن تمر بين عينك كما شاهدنا الظاهر تسديدة عبد الرحمن علي، حمد مفتاح حاول ان يلامس الكره لكن صحيح. قوه التسديدة فعلا زين. نقول ان زيد المرابطي احرز هدفين اثناء المباراه، اصبح 9 اهداف. امير ملكاري هو هدف البطوله ب10 اهداف، هل نظام البطوله البلنتيات ايضا زيد احرز هدف يصبح 10 اهداف؟ لا ما تحسب البلنتيات، ما تحسب البلنتيات. اضف لذلك ان لو وصلنا الى نهايه البطوله وأصبحنا أمام تساوي أمير مولكاري مع زيد 10 أهداف 10 أهداف، أعتقد أن الأفضلية لأمير مولكاري على اعتبار أن لعب مباريات أقل، فبالتالي هو له الأفضلية في تتويج الهدافات. طبعا شفنا المباراة الخور ومباراة مواتر، ألف مبروك فريق مواتر لأكمل المربع الذهبي، وإحنا قلنا أن طريقة سهل ولكن من أول مقابلة راح إلى ركلات الجزاء، يمكن خذوا وقت أكثر من اللي تأهلوا المربع الذهبي، الظاهر المجموعة الأولى والثانية هم أسهل وصولا. خربوا علي، أنا معزوم فطور وخربوا علي الوقت يعني. لا إن شاء الله تلحق. طبعا المباراة الأولى اللي كانت بين الاستغلال ومباراة الأدعم، شفنا الاستغلال يمكن ما استغل الفرص اللي اسنحت له، والأدعم هو اللي خلاص بعد انهيار الاستغلال فاز بـ5. أكيد احنا شفنا الأدعم صراحة عطانا مباراة جدا مميزة، أعطانا مجموعة شاب بينها انسجام جدا عالي، الفريق هذه راح يشكل خطورة أيضا في مباراة القادمة. الاستغلال مجموعة أيضا طيبة، ولكن قلنا أن فارق السرعة بين الفريقين كانت واضحة في من خلال المباراة، لذلك كان في مهارة مع سرعة تفوق فيها الأدعم على الاستغلال. هل تألق مبارك الشافي هو نقطة تحول فريق الأدعم؟ شيل هل، تألق مبارك الشافي هو نقطة تحول الأدعم بدون هل، لأنه فعلا هو كذا يعني، لأن بكل الأهداف اللي سجلت للأدعم في مباراة اليوم كان مبارك الشافي موجود فيها إما بصناعة أو بتسجيل، والهدف اللي قضى تقريبا على المباراة هو الهدف الرابع لما صار الفارق 2 والوقت ما يتسع الاستقلال للعودة. هذا الهدف الرابع فيه سرعة مش طبيعية لمبارك البندر في التصرف في اتخاذ القرار في ردة الفعل في النهاية السليمة. مبارك الشافي كان نقطة التحول ونقطة القوة بالنسبة لل نتائج مباريات اليوم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. المباراة الأولى لجماعة الاستقلال والأدعم، الأدعم تفوق بـ5 أهداف مقابل 2 للاستقلال ويتأهل إلى المربع الذهبي، والاستقلال يخرج من هذه البطولة بطولة شرطة الريال للنسخة الأولى. أما المباراة الثانية فكانت الإثارة وكانت المفاجأة، فريق الخور يتقدم على مواتر ومن ثم يتعادل مواتر، وأيضا يتقدم الخور في الدقائق الأخيرة وقبل صفرة النهاية يتعادل مواتر، وبضربات الترجيح يتأهل فريق مواتر بـ5 أهداف مقابل 4. ألف مبروك فريق مواتر التأهل. نشوف الرسمة، الطريق إلى الكأس، دور نصف النهائي اكتمل الاستقلال والأدعم، تأهل الأدعم، مواتر والخور تأهل مواتر، ومن حسن حظ هذه البطولة ومن محاسن الصدف أن مواتر تقابل مع الأدعم في المجموعات والجريان تقابل مع النور في المجموعات. نذكركم بدور النصف النهائي تاريخ 25 اللي راح يكون يوم السبت إن شاء الله، النور راح يواجه الجريان المباراة الأولى، والمباراة الثانية الأدعم يواجه فريق مواتر، لنرى من سيتأهل إلى النهائي الكأس ومن سيلعب على المركز الثالث والرابع. وصلنا إلى
ختام هذه التغطية مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نشكر اللاعب الكبير والقدير محمد مبارك المهندي، بيض الله وجهك على حضورك وإثرائك المباراتين في دور الثمانية. شك أبيض، تسلم، ومشكورين على الاستضافة الحلوة، واعتقد قضينا أوقات جدا شيقة وممتعة معاكم ومع جمهور الريان ومع كرة الصالات. يعطيك الصحة والعافية، وإحنا أيضا استمتعنا معك أبو مبارك، لأن أنت الجلسة معك نستفيد منها صراحة. طبعا أخوي أحمد المعمري، أنت راح تكون معي لآخر يوم إن شاء الله، بيض الله وجهك أيضا، واليوم تعبناك إلى لين ركلات وجهك أبيض أبو علي، بالعكس وتعبكم راحة، وسعيد معك ومع الكابتن محمد مبارك، واللي استفدت منه حتى بملاحظات خاصة قدمها لي كأخ كبير محمد مبارك، أنا استفيد منه بالعكس كثير يعني، وأقولها على الهواء. قدمها لك بالبرازيلي ولا؟ لا البرازيلي بعدين. البرازيلي. وأيضا أنا لا قلت كلمة يقدمها لي مثل ما قلت محمد مبارك، من الناس اللي إحنا دائما نرجع لهم في مجال الرياضة والمجال العام، أخونا الكبير، وإحنا تعودنا في قطر كل ما يكبرنا أي شخص ويعلمنا إحنا نستفيد منه، بالعكس إحنا عيالكم وإخوانكم، فعلا إحنا نتعلم من بعض. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا للختام، من الله أحياني وحياكم، موعدنا يوم السبت، بكرة راح يكون أوف وإجازة إن شاء الله وراحة للفرق قبل النهائي. السبت راح نكون على 3:15 إن شاء الله معاكم، تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا، دمتم في رعاية الله وحفظه. لا رب الله، 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 لا رب الله،